معلمك مس سالفة عمي الله يرحمه. عليكم السلام. هذا عمي مطلق. من أكثر العمان عماني نشاط. عنده سيارة، سيارة ما منها فايدة، شريها كذا بس. يروح مشي. يجي مشي. أبي ما شاء الله عليه. كبير. كبير والله. يروح ويجي. يبي ما هذا كلمة شوف ما يقول جبه يا فلان، وهو رجال كبير يعني، هو يقوم يروح يجيبه. يخدم نفسه. يحب يعتمد على نفسه. يخدم نفسه بنفسه، ويعني كبير ويمشي ويسولف يعني الحمد لله صحته طيبة. شوف. ولا ناس يعني وحتى يعني جسمه مثل جسمك زايد ولا نحب شوي. أنت. وفي طوله شوي. لا. عقبها يتعب شوي يتعب ويجي سرطان. الله يشفي. آمين وصلي. مريض إن شاء الله. هو توفى الله يرحمه يعني. ولكن إن شاء الله تخفيف الذنوب. ولكن إيش أقول وأنا قاعد معه بالمستشفى يا عيال. لا جدا مزيان. احنا سوينا عيال عمي واخواني كل يوم واحد يقعد عنده جدول جدول كذا. وانا يا ربع ما كنت اعرف انا يعني ما كنت يعني ازور ناس ولا اني اقعد مع ناس مثل اصير مرافق يوم يعتمدون علي. الموضوع جدا صعب والله صعب، بالذات رجال تعبان يا ولد. وانا ما اعرف حاله عمي بالضبط كامله، يعرفونها اخواني وعيال عمي كامله، انا ما اعرف ادري ان في سرطان بس الله يشفيه الله يرحمه. يا ربع وقعد يوم كامل عنده، وبنص اليوم نوم يا ثقيل تعرفوني انت، ونام الا اسمع امي يقوم داخل سيف ما ادري ايش اللي خلاني اقوم، ما اقوم انا ما قمت ما ادري ايش الهم السالفه اني مرافق، واقوم ولا صوت للسيستر، تجي السيستر تبدل لبسه تبدل زي كذا وتعطيه علاجات وزي كذا ويقعد. يا الربع هو في سرطان وحجرته فيها شيء صوتي يا الله تسمع. وين عاد ندخل الله يرحمه؟ قلت لك خلنا قاطع من مبطي يعني ما له علاقه. لا ما له علاقه يا الربع. ابى اسمع هو يجيب لي كذا اقول شو تقول يا عمي ما اسمعك ليه حطيت اذني عند فمه. ابى اسمع ايش تسمع. هو يعصب علي يهاوش بنش يقول ضايقت يا ولد ابى اسمع ما قدرت لين بعد الموت. يا الله سمعتها الكلمة ما تشيل شبي. لا اسلم هي ما بسموت. وأنا عاد أسمع كلامه أسوي والله يا الربع يا بني مسكته يا ربي إنك ترحمه إن شاء الله تخرج من ذنوب. زايد حركه أحس عظامي بيطلع بيدي قد همل خلاص. همل رجال تعب والله العظيم إني حركه قد أقول يا ولد لا تم زعيدها بيدي معي تعبان الحمد لله. لا يا ولد عافيه يا ولد تدخل مستشفى. تدري ان تدري انك في نعمه. تدري انك في نعمه لو يقطونك بالبر ويقفلون عليك ما في تكبير لو يخلونك بالبر عاد ولكن عافيتك زينه صح والله العظيم. يا ولد وامسك وحركه يا ولد يا الله يلا الله يرحمه الله يقعد له فتره الله يرحمه ويموت الله يرحمه ورب البيت انك دخلت المستشفى تقول الحمد لله على العافيه. والله العظيم لو كل شيء فيك يعني تقول أشوى من الناس اللي شفتهم. ولا تدخل السجن تقول اللهم لك الحمد إني حر وامشي واجي واروح على كيفي. يا الله. ولا وبين اربع جدران وتفكر ما عندك غير ذكرك بس العافية لو تنشروش ثمنها. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية. غير موضوع كل الموضوع ذا. أنا عندي سؤال مهم بالعكس.